يا هلا يا هلا يا هلا، يا مرحبا بيكو في دولة البطيخ، دولة الساكسوني، دولة اللي مش بتاعت ولا حاجة، دولة اللي ماشية سبهللة، ده ماشية بالبركة كده. من كام يوم سمعنا إن وزير التعليم الجديد اللي هو كان نائب وزير التعليم السابق اللي الناس ما كانتش طايقاه واللي خرب التعليم، راحوا جايبين النائب بتاعه عشان يبقى وزير التعليم الجديد عشان يخرب الموضوع زيادة، علشان جايبينه عشان تتحسروا على وزير التعليم السابق اللي ما كانش بيفهم حاجه. طب يعني الجديد ده هيبقى اسخم وقدها، تقولوا فين ايام ما اعرفش كان اسمه طارق شوقي، فين ايام طارق شوقي ده كان عبقري، جايبين واحد حمار. المهم راح جاي بقى الوزير الجديد اللي اسمه رضا حجازي، الدكتور تمام رضا حجازي، جاي بيقول ايه بقى، ان السيسي اخد قرارات مهمه جدا بشان التعليم، وراح جاي مرجع اسئله امتحانات مقاليه. السيسي ده نقرا الاول الخبر. أوضح الدكتور رضا حجازي أنه بالنسبة لاختبارات شهادة الثانوية العامة فقد وافق السيد رئيس الجمهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد وعدد الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% ووفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم مش عارف إيه وكيفية إعداد ومش عارف إيه والكلام. طيب السيسي طبيعي صح، ما ينفعش نقول هو بيفهم في ايه عشان يقرر انه يرجع الاسئله المقاليه. السيسي ده بيفهم في كل حاجه، ما فيش حاجه على وجه الارض ما بيفهمش فيها. طيب يعني السيسي ده حكيم يعني، رب هو حتى قال ربنا خلقني اشخص المرض، طب يعني عارف كل امراض الدنيا، عارف تشخيصاتها وعارف علاجاتها، وعلشان كده مصر دلوقتي بقت من اعظم الدول، بقت من اعلى الدول في العالم في ظرف كام سنه تمام بسبب عبقريه السيسي الجهنمي. راح جاي بقى يزيدنا بقى من العبقريه، مش يبطل بقى يرحمنا شويه، ناخد نستريح شويه من العبقريه والذكاء الفذ بتاعه، لا ده راح جاي كمان اصدر اوامره بارجاع اسئله الامتحانات المقاليه. ايه ده؟ ايه الاسئله المقاليه دي؟ تمام يعني المقاليه دي اللي هي زي كنا بنسميها موضوع زي تعبير كده، موضوع انشا كده يعني تمام، اللي كنا بنسميها زمان موضوع تعبير. انت مال امك؟ انت بتفهم في ايه؟ انت واخد يعني، انا معرفش انت واحد زي ده اخد الابتدائيه ازاي اصلا. المهم دخل الجيش بتطوع بقى، الله اعلم دخل الجيش ازاي، ومراته معاها دبلوم معرفش صنايع تقريبا ولا بتاع. يعني ناس ملهاش في التعليم، هو حتى نفسه قال ملوش في التعليم، هو قال بنفسه هينفع في ايه التعليم في بلد ضايع. هو قال كده بنفسه، احنا لو مشينا ورا الاستراتيجيات والاحصائيات ودراسات الجدوى ما كناش هنعمل حاجه. هو بنفسه مش معترف بتعليم، لقيته جاي يقترح يقول لك اه نرجع والله العظيم لو سالته السيسي ده هي ايه موضوع التعبير ده، او ايه الاسئله المقاليه، طب بتفيد في ايه الطالب ولا بتضر في ايه الطالب، ايه مزاياها وايه عيوبها، والله العظيم ما يفهم حاجه ولا يفهم اصلا ايه الاسئله المقاليه دي. طيب راح جاي يقول لك عوده الاسئله المقاليه. طب هو خلاص هو اصلا مش فاهم حاجه، لا فاهم ايه، عارف انهم لغوها، قال لا بقى انا لازم اعمل بقى حاجه افتكاسه كده نرجعها، الوزير السابق مش عارف لغاها انا ارجعها كده كده. طيب هو كده ده عبقريه السيسي، ودي بلد ماشيه بالمهلبيه. رئيس بيدي قرارات في كل حاجه وفي حاجات ما بيفهمش فيها، ومفيش حد بيعترض على اللي بيعمله، فعلشان كده مصر وصلت للحال اللي احنا فيه دلوقتي. ده بسبب حمورية وديكتاتورية واحد اسمه السيسي. ده مفيش بلد في الدنيا بتمشي بالطريقة دي. شوفوا مين ديكتاتور في الدنيا. ده يعني الديكتاتور يقول لك اه نمسك الشعب، طب مسكت الشعب، انت مال امك بقى ومال التعليم؟ مال امك ومال الاحوال الشخصيه؟ مال امك ومال مش عارف القوانين؟ مال مالكش دعوه بالحاجات دي كلها؟ لكن لا، ده هو اللي لازم يحاضر، هو بيفهم كل حاجه، الشعب ده كله حمار، هو الوحيد العبقري الوحيد اللي في البلد هو السيسي. علشان كده مصر وصلت للحاله اللي احنا فيه دلوقتي. يلا الف الف مبروك لكم يا مصريين، و بحييكوا على اختياراتكوا لواحد زي السيسي، وشرف ليكوا طبعا ان واحد زي السيسي ده هو اللي يحكم. اكيد طبعا انتوا فخورين دلوقتي ومبسوطين ومزقططين من الفرح تمام ان السيسي ده بيحكمكم، واحد بيفهم في كل حاجه ده، واكيد فرحانين ومزقططين انه رجع السؤال المقالي لامتحان الثانويه العامه. يلا ربنا معاكم، نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.